وفي المحويه دفعت وطنيته وثبات المؤتمر الشعبي العام الشباب في مديرية الطويلة إلى الانخراط في صفوفه. يرفعون استمارات انتسابهم ليعبروا عن فخرهم واعتزازهم بتنظيمهم المؤتمر الشعبي العام الذي جعل بميثاقه الوطني الجماهير تلتف حوله لأنه صناعة يمنية في مديرية الطويلة محافظة المحويت انضمام جموع كثيرة من الشباب بعد تولد القناعة لديهم بمشروع المؤتمر الوطني. بدأنا بطلب الانتساب في المؤتمر الشعبي العام وسوف نقدم الغالي والرخيص فداء للوطن وفداء للمؤتمر الشعبي العام وفداء لقائده ومؤسسه الزعيم علي عبد الله صالح حفظه الله. تخصيص او تعميم ما به لليمن غير الزعيم لو نقلب التقويم او يصبح سراب القائمة. اجتماعات المؤتمر ونشاطاته التنظيمية تتواصل لمواجهة التحديات وكشف المؤامرات وافشال الرهانات التي يراهن العدوان عليها لتمزيق صف المؤتمر الوطني من الداخل، الا ان قواعده محصنة وعلى مبادئها ثابتة وعن مؤتمرها ستظل مدافعة. احنا كلنا بندافع على الوطن، حفاظنا على تنظيمنا وعلى اخوتنا دفاع عن الوطن، حفاظنا على مكتسبات الدولة وعلى مقدراتها دفاع عن الوطن. رجالنا في الجبهة سيرنا القوافل، سيرنا الدعم المجهود الحربي، بذلنا كل شيء وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل الدفاع على الوطن. حزب كالمؤتمر سيظل عملاقا شامخا قويا، فقواعده لا تعرف سوى الوطن وقياداته رضعت حب اليمن، وكل يوم يمر يزداد مناعة وقوة وصلابة. فالمؤتمر شعب بأكمله، فالباطل مهما حاول النيل من الحق فإنه يتحطم، وكل فكر سوى الوسطية حتما يتشرذم. عارف شماع، قناة اليمن اليوم، محافظة المحويت. احتفى أبناء من محافظة الجوف بالعيد 27 للوحدة اليمنية.